طيب قولي لنا، بما انك اخصائيه ارشاد نفسي، فعايزين نعرف ازاي بتعدلي سلوك المراهقين، ازاي كمان بتوصلي لنتيجه مرضيه ونتيجه ايجابيه بعد ما بتعدلي سلوكهم. يعني ادينا روشته كده ايوه للامهات تفيديهم وتنصحيهم بايه. سر الصنعه يعني ايوه الاحتواء. اه الاحتواء، ان الشخص بيجي لي او المراهق بيجي لي بيبقى فعلا مضغوط جدا، مضغوط من المجتمع، مضغوط من الاهل، مضغوط في دراسته، لان كمان سن المراهقه هنا عندنا في مصر مع الثانويه العامه تقريبا، في اواخر الاعداديه والثانويه العامه، فهو سن اصلا مضغوط جدا، عايز يحقق ذاته ويحقق نجاحه. فهو عندنا بعبع الثانويه العامه برضو. ويعني مشكلة. انا برضو بقول ان الامهات دايما بيشتكوا من اولادهم في السن اللي هو من اول الميلاد، والام ما بيتنامش وما بيبقاش عندها وقت لنفسها والكلام ده كله. بس سبحان الله، قبل الفتره بتاعه المراهقه بيحصل مرحله اسمها كومون. مرحله الكومون دي بتبقى مرحله هاديه جدا 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 للطفل. المرحله دي انا لو استغلتها في انشطه، وده على فكره بيبقى معظم ترشيحاتي للناس لما بيجوا، بقول لهم ان انا لازم استغل الفتره دي في النشاط للطفل. مرحله الكومون دي لازم انمي الذكاء والادراك والتشتت الانتباه اللي بيحصل، ما بيبقاش فيه عايز يتفاعل مع حد، دايما عايز يقعد لوحده. فمرحله الكومون اللي قبل المراهقه دي انا لو استغلتها صح هوصل لمراهقه ناجحه جدا. يعني لو حد مثلا من 7 ل 10 سنين بدا يشترك في انشطه ليها علاقه بالقياده، ليها علاقه بالتفاعل المجتمعي، ليها علاقه بتنميه الذات، الانشطه اللي فعلا بتربي الشخصيه، هيقدر ان هو يبقى في المراهقه بتاعته شخص سلس، مريح، شخص اجتماعي، شخص متفاعل، شخص عارف الصح والغلط كويس. لكن انا بقول ده دايما قاعد ساكت، ده دايما قاعد هادي، طب الهدوء ده ما وراء يسبق ايه؟ العاصفة، ما يسبق عاصفة التمرد والعند والضغط النفسي اللي هيبقى موجود على الأهالي. يعني أنا دايما لما أمي تيجي أقول لها ابنك عامل إيه معاكي؟ فتقولي كويس والله بيسمع الكلام. لا، خدي بالك من اللي بيسمع الكلام ده، اللي ايوه بيسمع الكلام ده بيبقى شخص ضعيف الشخصية، ما عندوش رأي، مش عارف يقول لأ. فلأ، يعني لازم ابني يبقى ليه رأي وبيشاركني في حياتي، بيشاركني في مشاكلي الماديه، لو في مشكله ماديه تبقى على الاسره كلها، اشاركه، اقول له مثلا النهارده عندنا مشكله، ماما معهاش مثلا المبلغ الفلاني. على فكره حتى لو معانا احنا ممكن نعمل الحركه دي، بس نوع من انواع ان احنا نعلمه التعاطف ونعلمه الحنيه والمشاركة. ونعلمه المشاركه ونعلمه تقدير الاخر وتقدير ذاته واساسيات حياته، ان هو يحدد مثلا الشخص ده عنده ايه اولويات حياته. انا اولويتي الدروس مثلا، وبعد كده نشتري الهديه او اللعبه او العجله او هكذا، يعني على حسب. وممكن وقت عيد ميلاده اروح مبدله الاولويات علشان الفرحه والسعاده والحب والاهتمام والتقدير. يعني كل حاجه بعملها لو انا ام واعيه هبدا اركز ازاي احط الصفات دي في ابني بمواقف بسيطه جدا جدا. فيعني انا بنصح جدا بالانشطه القياديه، احنا اتكلمنا في موضوع الانشطه القياديه دي كتير، يعني كان من ضمنها الكشافه. الكشافه هي فعلا، يعني انا طبعا بنتمي الحركه الكشفيه، وده فخر ليا وفخر لكل الناس اللي عيلتي اللي شجعوني واهلي ان انا ادخل في الحركه الكشفيه والارشاديه طبعا بالنسبه للبنات. بس هي ليه بنسافر، بنروح معسكرات، بنعمل انشطه بحريه وانشطه جويه وحملات، يعني رحلات استكشافيه. فده بيخلي الشخص واثق من نفسه، معتمد، وعنده فكره القائد. عندي قائد بسمع كلامه، بنفذ الاوامر. دايما مثلا يجي اولياء الامور يقولوا ايه، ولادنا بتسمع كلامكم ما بتسمعش كلامنا احنا، يعني في البيت. فاحنا طب انت عايز كولي امر تعمل ايه؟ عايز اخلي ابني واثق من نفسه وكذا كذا كذا كذا، اوكي، بمشي على برنامج تعديل سلوك كويس جدا مع قاده اقوياء ما شاء الله. كل الشباب اللي موجودين فيها يعني شباب، يعني فخر فعلا لمصر والله، يعني ما شاء يعني الله. شهادتي فيهم مجروحه. بس هم فعلا بيسعوا قد ايه كحركه تربويه ان هم يعلموا الولاد ويوصلوهم ان هم يبقوا مواطن صالح، شخص نافع، شخص الناس تعتمد عليه في حياتها. يعني يمكن ده كمان بيقلل مشاكل اللي بتواجه المراهقين من الكذب والعنف والسرقة، فكل دي المشاكل يمكن بتقل، ما بيبقاش عنده وقت اصلا يعمل ده، بالظبط صح بالظبط كده؟ فبتاخد بالظبط من طاقه من الوقت بتاعه، فما بيبقاش اصلا عنده فراغ، فبيقدر ان هو يستثمر في انشطه الكشافه.